والجوزيه وانت اللي فتحت السيره. الماتشات بقى اللي كنت بتقابل فيها الاهلي والزمالك بقى بالذات اكيد كان في اهداف اولا مؤثره، وعلاقتك بجوزيه اكيد برضو يعني اكيد دي مرحله في حياتك لا يمكن برضو ان انت تنساها. اصل جوزيه ده مش سهل يتنسي لما طبعا تشتغل معاه. بيبقى الراجل ده عنده شخصيه قويه جدا. خلاص وانت بتتعاملي مع مدير فني عارف ان هو ممكن في اي وقت يقول لك بره النادي هتبقى بره النادي، فدي انت عارفه مكلبشه من اكبر لعيب لاصغر لعيب. ده حقيقي. انت محطوط تحت ستريس طول الوقت، مضغوط حتى في التمرين مش عارف تعمل ايه. انا اتخانقت معاه بالمناسبه حوالي 3 مرات أو 4 مرات. مره منهم في جنوب افريقيا، مش فاكر كنا بنلعب فرقه في افريقيا كده جنوب افريقيا تمرين التراي ماتش خفيف تراي ماتش، ف انا حسيت ان انا بره ال 11 احتياطي. احنا كنا الفرقتين اللي بيلعبوا واللي بره كنا بنروح منتخب مصر بالمناسبه يعني. مش بهزر، كله زي بعض، احنا الفول تيم بالاحتياطي بتاعه باللي قاعدين في البيت والله العظيم في المنتخب ما شاء الله. انت متخيله؟ هو في فتره كانوا بيقولوا منتخب مصر هو النادي الاهلي يعني. احنا كان عندك انا عندك كان ابو تريكه ومدحب وبركات وسيد معوض وجد قعد في البيت ماشي وعاشور قعد في البيت خلاص يعني. اللي كان بيخش ال 18 ده بيبقى بطل، كان بطل خلاص. لا كان كانت معركه يعني. فالمهم ان حصل ان انا حسيت ان انا بره ال 18، كنا انا واحمد فتحي غالبا كنا هنطلع بره يعني. فعارف انت الدب دب دي في التمرين بقيت زي الطور اللي هيك في الملعب ماشي عمال اجري على اي حد وتاكلينج جري ورايا ده جري ورايا في الملعب انا شايف تروح يا كوتش. رحت جاي متنشن بقى ورافع حواجبي ماشي وعمال انفخ. قال لي انت ايوه كريزي يو كريزي بلاير. قلت له وات دو يو وانت؟ انت كمان عايز يعني بلاي؟ قلت له عايز العب خلاص. المهم بعدها كرة بعدها كان مش عارف معتز يينو بيعمل حاجه، رحت جاي ايه داخل فيه شايله طياره. قال لي اطلع بره. طبعا شاوت قعد بقى يشتم وبتاع، قال لي اطلع بره. قلت له بره بره، وقعدت اشوح بايدي هناك في رحت جاي رايح بقى نافخ صدري عليه وداخل مواجهه اطلع بره. طبعا جريت قعدت بره قعدت اعمل ثلج. ابو تريكه جري عليا قال لي قوم بسرعه صالحه احسن لو قعدت دقيقه كمان اتاخرت دقيقه. ما هو لو اتاخرت دقيقه قال لي اجري ما تقعدش تعمل اجري تعالى. راح جاي واخدني انا معايا صور للواقعه دي بالظبط والله للقطه دي لقطه. بص وانا ماسك اينو وماسكه كده وهو واقع على الارض ما بقومه بعد ما انا ضربته بقومه قوم اخلص. وبعدها احداث جوزيه وكابتن سامح حفيظ وبتريكه وماسكني كده واحنا واقفين انا وهو وجوزيه. خلاص ده انت بعد القعده ورايح واحد قاعد لنا بيصورنا. فالمهم خلاص بصرا بس رحت بسرعه فهمت رساله ابو تريكا ورحت بقت يعني في وشه. راح جاي يخلص الكلام وبتاع وتاسفت له وبعدها قال لي تعالى بقى على جنب جاي واخدني. قال لي بص انا مش هلعبك معايا سرد باك خالص. قلت له ليه؟ قال لي اصل انت مش طويل شويه. عارف بقى قلت له انا مش طويل. قلت له هات اطول واحد عندك وخليه ينط جنب معايا. قال لي لا انا هلعبك باك رايت، انت معايا باك رايت بس. قلت له ماشي يا كوتش انا هلعب اي حاجه انت عايزها. بدأني تاني يوم باك رايت، بدأت باك رايت. بس هي اللحظه اللي بتتكلم عليها برضه يا شريف ديت برضه عشان الناس ما تفهمش غلط. لا هي لا. بيبقى انا بس عشان انا بتكلم عشان برضه الناس ما تاخدهاش في حته تانية. لا في لحظه من اللحظات غيرتي ان انا عايز العب وحماسي ان انا عايز اكون موجود من ضمن على فكره ده بتبقى ساعات ميزه بس لما بتزيد شويه بيبقى لازم يبقى فيها موقف معين من المدير الفني. واكيد عدت على كل اللعيبه يعني طبعاً الاحساس ده طبيعي إن طبعا انا هاجيلكم بقى في القصه دي. ده طبيعي في اطار ان انت متحمس انك عايز تلعب الماتش يعني. لعيبه الكوره دايما الاحداث دي كلها بتحصل، مناوشات في اوض اللبس وفي الغرف المغلقه وفي تكسير وفي ضرب. وعندنا سير اليكس لما ضرب بيكهام سوري يعني بالشوز، وده بيكهام وده سير اليكس ومانشستر يونايتد. الاوض المغلقه في كره القدم فيها كل شيء اللي تتخيليه واللي ما تتخيليش. ده طبيعي جدا. فاللي بقوله لك ده حدث لا هيحصل اللي جاي بقى. خش على بدات الماتش غيرني في الدقيقه 43. انت باك يمين الشوط الاولاني يعني. ده ما استناش بين الشوطين حتى خلي بالك. الدقيقه 43 بقى فاهم اقعد غيرني خلاص. هو خد هو عايز دي. لو كنا بس كنا وحشين
يعني في الجيم، وانا انا وجودي في الملعب ما كانش مظبوط. كان لازم يعمل التغييره دي عشان يظبط الجيم وظبط الجيم اول ما انا خرجت. يعني هو لعب على الحته ان هو طب انت عايز طب طب خد بقى واقعد ما تفتحش بقى كتير. يعني هو برضو اشتغل بس فيها حاجتين. لو انا نجحت يبقى اوكي، يبقى كسب لعيب في بوزيشن جديد تمام، وانت ضامنه تمام وكويس مفيش مشكله. لا خلاص تعالى بقى، يبقى انا اديتك في حالتين، في الدرس وخدت درس، وفي نفس الوقت انا عدلت الجيم بتاعي تمام. دي شخصيه مدرب ودي رؤيه مدرب، وده بيعرف انت اتعلمت منه حاجه النهارده بتحاول ان انت تضيفها للولاد دول في 2005، وده هنتكلم فيه بالتفصيل بس بعد الفاصل. البيت الكبير